السلام عليكم. انا هحكي لكم حكايه واحد كان عايز يروح يخطب بنت، فسال جيرانها قالوا له دي مش كويسه. المهم مشي وهو زعلان لان البنت دي كانت عاجباه قوي وكان بيحبها. فجاه عدى عليه راجل كبير في السن، قال له مالك يا ابني، وشك حزين ومتضايق ليه؟ قال له حصل معايا كذا وكذا وكذا. الراجل الكبير في السن قال له ما تزعلش، انا هجوزك بنتي بس بشرط قبل ما تتجوزها لازم تسال عليها الاول. المهم الشاب راح سال على البنت، قالوا له دي مش كويسه يا عم، ده مش محترمه. فراح للعجوز وقال له انا سال وقالوا لي كذا وكذا وكذا. العجوز قال له يعني انت سألت كويس على بنت يا ابني؟ قال له ايوه سألت عليها وقالوا لي دي مش تمام. المهم العجوز قال له طب تعالى كده معايا لحد البيت. الشاب راح معاه ودخل معاه البيت وقال له شفت ما عنديش بنات اصلا. فالشاب اتفاجئ وقال له ازاي؟ العجوز قال له اسمع مني يا ابني، ما تاخدش على كلام الناس علشان في يوم ما تظلمش حد. يعني ملخص الكلام سيب اللي يتكلم يتكلم، اصل كده كده الناس بتتكلم، دول يتكلموا على الميت في قبره، يبقوا هيسيبوا العايشين في حالهم.